الفساد في مصر لم يتم حتى هذه اللحظة يعني إنهاءه إنهاء كامل، وإن واجبنا أن احنا نستمر في النضال من أجل يعني حشد الإرادة الشعبية ودفع الأوضاع إلى مزيد من مواجهة الفساد، لأنه الفساد يعني أصبح معوق لكل عمليات التنمية، ولا يمكن الانتصار في معركة بناء المجتمع الجديد إلا بالانتصار في المعركة ضد الفساد ووضع حد ليه يعني استنزافه للطاقة الوطنية على كل المستويات. لو توفرت الإرادة السياسية للرئيس الجمهورية وتوفر الدعم الشعبي ممكن مواجهة الفساد، وأظن أنه الاثنين دول ممكن إيجادهم، يعني لأنه الرئيس أي رئيس جاي هو عايز ينجح في أداء مهماته، وخصوصا بعد تحديات رهيبة وهو يعني يشعر جيدا أنه في ظرف يعني ما فيش فسحة من الوقت ولا الهامش الكبير للحرية، يعني محتاج أنه هو ينجح في مهمته، والفساد بيعوق هذا الأمل، وبالتالي يعني الرئيس يعني إذا كان عايز ينجح في هذه المهمة لابد أن يخوض المعركة ضد الفساد لتطهير جهاز الدولة ومؤسسات المجتمع من هذا السرطان الذي ينهش فيها. يعني نفسي حاجة واحدة بس، إنه هذا المرشح يدين بالولاء للشعب، إذا دان بالولاء للشعب مش لمصلحته الشخصية ولا لأطراف أخرى سيكون حريصا على يعني تمثيل الشعب تمثيل حقيقي، وعلى صياغة قوانين تدافع عن مصالح الشعب، وعلى مواجهة كل ما يعوق إرادة الشعب المصري. لكن ده مهمة المواطن، انه يختار ويحسن اختيار المرشح الجديد، وما يديش تفويض لمرشح لا يثق فيه وفي تاريخه وفي انتمائه للقضية الوطنية وللمصالح الوطنية في المقام الاول. نتمنى للرئيس النجاح في مهمته، لانه نجاحه هو نجاح للوطن، لكن أرجو أن يهتم اهتمام كبير بقضيتين، أولا الشباب، لأن الشباب ده عماد المستقبل، وأن يثق فيه وأن يعني يوفر له المناخ الملائم حتى يقوم بدوره في المستقبل. الحاجة الثانية زي ما كنا بنتكلم دلوقتي أن يواجه الفساد، لأن الفساد سيحاول أن يلتف على تجربته ويفشل هذه التجربة، وحتى تنجح هذه التجربة وتحقق المأمول منها لابد من وضع خطة محكمة للقضاء على الفساد قضاء مبرم في الفترة القادمة. شكرا جزيلا.